بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، هذا هو النص الثاني لأبي الطيب المتنبي، شاعر العربية الأشهر الذي ملأ الدنيا وشغل الناس. نختتم به الجزء الأول من هذا المساق، وكنا قد قدمنا مرثيته الشهيرة لك الله من مفجوعة بحبيبها التي يرثي فيها جدته، واليوم نعرض له نصا آخر في المدح عنوانه رويدك، يمدح فيه سيف الدولة الحمداني. نحاول في هذا الدرس أن نحقق معا الأهداف الآتية: أن تتعرف أبرز خصائص المدح في النص، أن تتبين التجربة الشعرية في النص، أن تتدرب على استخراج مؤشرات النمط الكتابي، وأن تحلل النص وفق مستوياته الأسلوبية. تجلت في الشخصية العربية منذ العصر الجاهلي جملة من الصفات المحمودة كانت منطلقا للمدح من قبل الشعراء. أذكر أبرز هذه الصفات: أراد سيف الدولة الحمداني الرحيل عن أنطاكية، وفي غمرة تأهبه للرحيل هطل مطر غزير، فأنشد المتنبي هذه القصيدة يمدحه ويستمهله في الرحيل. المقطع الأول: استمهال سيف الدولة في البقاء بأنطاكية. اقرأ النص الذي أمامك قراءة صامتة متأنية، ثم أجب عن الأسئلة التي تليه.
المقطع الثاني بأس سيف الدولة وكرمه. اقرأ النص الماثل أمامك قراءة دقيقة ثم أجب عن الأسئلة.
شكرا لكم، وإلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله.